تم التسجيل والمكساج باستديوهات أفراح العروسين. هذه النسخة للاستماع فقط، يمنع استخدامها. الحقوق محفوظة، وللطلب بدون حقوق أو الاستفسار التواصل على جوال 05-333-48-021. السعاد والمناوي فرحة الأميرة نور زين الغنادير ونورها الليلة على الكون ضاوي مهرة وبنت شيوخ عز وقابير باستديوهات أفراح العروسين. هذه النسخة للاستماع فقط، يمنع استخدامها. وللطلب بدون حقوق أو الاستفسار التواصل على جوال 05-333-48-021. مهرة وبنت شيوخ عز وكبير تفخر متزافي نسبها الخلاوي رؤوس الرجال الصاملين المناعير اللي لهم بالمجد فر المهاوي أنا الخلاوي أفراح العروسين. هذه النسخة للاستماع فقط، يمنع استخدامها. وللطلب بدون حقوق أو الاستفسار التواصل على جوال 05-333-48-021. علي السنا في مثل ما الضيف والغير بطيب كفه مثل مثل سماوي وإخوانها يزن دراسة سعاطير كفو ومحزم جنب ما هو رخاوي عبد الرحمن هذا زبون المخاسير اللي بوقفته ولا له مساوي عبد الوهاب اللي يفرد المعاسير يا سعد من هو للعظيم ومخاير مبروك يا خالد عسى وفالك الخير بعرسك التبيت ورد وللطلب بدون حقوق أو الاستفسار التواصل على جوال 05-333-48-021. تصير والله يسعدكم بليل المناوي تم الفرح والليلة خير وتباشير ليلة فرح فيها السعد والمناوي فرحة الأميرة نور زين الغنادير ونورها الليلة على الكون ضاوي مهرة وبنت شيوخ وللطلب بدون حقوق أو الاستفسار التواصل على جوال 05-333-48-021. أنا الخلاوي عزوة الطيب والخير اللي تزب من نصاها وتهاوي يشهد لهم بالمجد ولا فيه التسويس اكمل عزالة جناها والعزاوي وقوها شيخ المكانة وتكسير الحقوق محفوظة. وللطلب بدون حقوق أو استفسار التواصل على جوال 05-333-48-021. عبد الرحمن هذا زبون المخازير اللي بوقفته ولا له مساوي عبد الوهاب اللي يفك المعاسير يا سعد من هو له عضيد ومخاوي مبروك يا خالد عسى خالك الخير في عرسك التبيت ورد وجاوي عطيناك جمجمة وكانها غير خدامة وانت حب النداوي الحصول محفوظة. وللطلب بدون حقوق أو الاستفسار التواصل على جوال 05-333-48-021.